أدت جموع المصلين من المواطنين والمقيمين صلاة عيد الأضحى المبارك بمصليات العيد في مختلف محافظات مملكة البحرين إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطرق الخطباء إلى المعاني السامية لهذه المناسبة العظيمة المباركة في نفوس المسلمين، والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. على وقع تلك التكبيرات يحيي المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك في كافة مناطق مملكة البحرين بمختلف مصليات العيد الرسمية، ويقف الجميع على قلب رجل واحد جنبا بجنب يدعون الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير والبركات، وأن يفيض الله عليهم من بركاته، راجين أن ينالوا ما نال الحجاج من واسع رحمته. المصلون توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى هذه المصليات التي هيئت لصلاة العيد في جميع مدن مملكة البحرين. الله أكبر. صلاة العيد من مظاهر الفرح والسرور لدى المسلمين. الله سبحانه وتعالى ميز المسلمين عن غيرهم بهذا العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل المسلمين. فالمسلم في هذه الأيام يظهر الفرح والسرور، ويعطي الفقراء والمساكين، ويوسع على الناس، وهذه كلها من مظاهر يعني الخير والفرح اللي حث يعني بها ديننا الحنيف. أهنئكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أدام الله علينا وعليكم أعماما عديدة وأيام مديدة. نحمد الله أن بلغنا عيد الأضحى المبارك، وأتقدم بأجل التهاني والتبريكات لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وولي عهده الكريم وللشعب البحريني جميع، وأسأل الله أن يعيدنا أيام عديدة وسنين مديدة إن شاء الله، على صحة وعافية إن شاء الله، ويحفظ بحريننا، وكل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي، وكل عام أنتم بخير وعساكم من عواده. الله أكبر، الله أكبر. تآلف بين القلوب واجتماع جمع الكبار والصغار داخل هذه المصليات لإحياء سنة مصلى العيد، بكونها تقليدا سنويا وعرفا اجتماعيا جامع لكافة شرائح المجتمع. نبارك لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البلاد المعظم، ولا سيدي صاحب السمو الملكي سمو الأمير سلمان بن حمد حفظ الله ورعاه، ولا جميع أهالي مملكة البحرين الغالي على قلوبنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا في هذا اليوم أن احنا نجتمع مع المسلمين من أنحاء مملكة البحرين ما شاء الله، وهذه اللقاءات هي يعني ترفع همم المسلمين، لأن القيادة غشيدة وشعب البحرين بعيد الأضحى المبارك كل عام أنت بخير. أحب أهني جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده على عيد الأضحى المبارك وشعب البحرين كافة، كل عام وأنتم بخير. مشهد إيماني بهيج يجسد التواصل الاجتماعي والعائلي في مجتمعنا، حيث يقبل الجميع على تهنئة بعضهم مبتهلين إلى الباري جل قدرته أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالأمن والأمان. أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية، أدت جموع قفيرة في مختلف مصليات مملكة البحرين صلاة العيد وسط تعالي التكبيرات والتهليلات والتحميدات. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.